هاد لا فيديو غادي نشرح لكم فيها كيفاش تبدا لاصال من زيرو، وغادي نقول لكم فيها اغلبيه ديال لي برينسيپ اللي غادي تحتاجوا تعرفوا باش توصلوا لو ريزولطا اللي بغيتوا ولو كور اللي بغيتوا. قبل ما نبداو هادشي، انايا بديت كنتريني هادي واحد 4 سنين ولا 5 سنين، وحقيقه ما بديت لونترينمون سيريو حتى العام الثالث ديالي في الجورني ديالي في لاصال، نقول واحد 6 mois قبل ما تبدا كورونا ايتترا. وراكم عارفين مع كورونا تسدو لي صال وداكشي، كنت كنتريني في الدار. داك لو بروغري اللي كنت درتو في هذيك 6 mois اللي ترينيت فيها سيريوزمون نقص شويه في لا بيريود ديال كورونا، ولكن اون فوا حلو لي صال عاوتاني رجع داك لو نيفو وطلعت. علاش كندوي لكم على هادشي؟ حيت في هذيك 6 mois كنت شديت لا صال بواحد لا ديسيبلين وتبعت واحد لو بروغرام 100%، ما ضيعت فيه حتى شي حاجه. وفي هذيك 6 شهور هي اللي شفت فيها اكبر بروغري، حيت لو ريتم اللي شديت كنت فيه ديسيبلين ديال بصح. واليوم انا غادي نوريكم كيفاش تشدوا لو ميم ريتم لمده طويله وماشي غير 6 mois، وكيفاش تبداو وتلونساو وتبقاو غاديين في هذاك لو ريتم وتبقاو غاديين وكتبروغريسيو وتتوليو كتعرفوا كاع الحوايج اللي خاصكم تعرفوهم في لاصال. دونك من نهار بديت كنتريني لدابا تزدت فيا تقريبا ديك 30 كيلو، طلعت من 49 كيلو ل 79 كيلو بلوز او موان دابا. واخا هكاك انا دابا لحد الان مازال ما واصلش للاهداف ديالي اللي بغيت من جهه لو كور ديالي، حيت باقي باغي نزيد واحد لي بيريود ديال بريز دو ماس، بيريود ديال ريجيم ايتترا، باش نقاد لو كور ديالي على الفصاله اللي باغي انايا. راكم عارفين اللعيبه اللي كنقولوا في لاصال proud but never satisfied، ما عمرنا ما كنكونوا ساتيسفي. ولكن المهم لا بروغريسيون هي الاساس ديال الحياه اصلا، ضروري بنادم خصو يبقى غادي وكي بروغريس. كما اني قدرت ندير هاد لو بروغري هذا، كما قدرت نزيد ديك 30 كيلو، راح حتى نتوما تقدروا تزيدوها الا تبعتوا لي برينسيپ اللي غنقولهم لكم في هاد لا فيديو هادي. دونك الدراري اون جينيرال غادي نسوم شويه هنايا، الا وركتي على هاد لا فيديو غادي تكون دري عندك ما بين 13 ل 30 عام، وركتي على هاد لا فيديو حيت بغيتي تبني ان كور اللي غيكون اتراكتيف واللي غيكون زوين واللي غادي يعاونك في الحياه اون جينيرال، وغيعاونك حتى مع البنات، ويعاونك تطلع الاس ام في ديالك والقيمه ديالك في ريليشن شيبس، فكيفاش كتبان ايتترا. ونقول لكم الحقيقه الدراري، يكون عندكم واحد لو كور زوين راه كيعاون، ماشي هو كلشي فهمتي، حيت لو كور راه غير فهمتي غير فاساد، غير واحد اللعيبه كتشوفها. خاص تكون لا بيرسوناليتي ديالك مزيانه، كتعرف كيفاش دوي سوشيال سكيلز ديالك، منتالي تكون مقاد ايتترا. المهم شحال ديال الحوايج راه كندوي عليهم ديما في لاشين ديالنا الدراري، ولكن يكون عندك كور زوين يعطيك واحد لو بوست كبير، كيعطيك واحد فهمتي بحال هذيك الشوفه الاولى عليك، كتعطي عليك غير الحوايج اللي بوزيتيف. بحال دابا الا شفتي شي واحد اللي ما دياش في لو كور ديالو، ما دياش في راسو، فورسيمون اول نظره ديالك عليه كتكون شويه نيجاتيف فهمتي. حنا ما واخا تكون داك النوع ديال بنادم اللي ما كيحكمش على الانسان والعيبات، واخا هكاك كيكون عندك واحد الانحياز لا نيجاتيفيتي الا بان لك شي واحد ما كيديهاش فراسو. ولكن ملي كيبان لك شي واحد اللي دايها فراسو فهمتي، لابس مزيان مقاد في صالته مفصله، البيسبس خارج، التريسبس خارج، الصدر كيبان لك حتى هو خارج، الوقفه مقاده ايتترا، اقل حاجه اللي تقدر تقول على هذا الانسان هو انه مقابل راسو وعاطي قيمه لراسو وفهمتي كيديها في راسو. دونك il se respecte، كيحترم راسو، كيبغي راسو، كيديها في راسو. دونك بغيتي كور مقاد، بغيتي كور مزيان، كيفاش غادي توصل ليه؟ الطريقه الوحيده هي انك تريني لاصال ودير ريزيستنس ترينين، اونترينمون دو ريزيستنس، يعني انك غادي تحط واحد لو بوا غدير به الضغط على لي موسكل ديالك وغتخدمهم وغتبع واحد لو ريتم سميتو بروغريسيف اوفرلود. شنو هي بروغريسيف اوفرلود؟ هي انك غادي تكون كتريني في لاصال ياك، ووقت ما قدرتي تحرك واحد لو بوان مزيان ولا تكنيك ديالك فيه مزيانه كتطلع داك لو بوان. مثلا الا كنتي خدام نقولوا خدام في الصدر ب 5 كيلو ودرتي بها ثلاثه ديال لي سيري، سيتادجير خدمتي بها واحد لو نومبر ديال لي ريبيتيسيون، نقولوا 8 ديال لي ريبيتيسيون درتيها ثلاثه المرات، دونك درتي 8 ديال لي ريبيتيسيون في 8 ديال لي ريبيتيسيون في 8 ديال لي ريبيتيسيون، وطلعتي بلا تكنيك مقاده وكلشي مزيان. لا سيونس اللي من بعد غتحاول تخدم 7 كيلو، غتكمل بها حتى هي لي سيري ديالك ولي ريبيتيسيون ديالك، ملي غتكمل 7 كيلو غادي تطلع ل 10 كيلو. هذه هي بروغريسيف اوفرلود، وهذه هي احسن طريقه تقدر تراكي بها البروغري ديالك في لاصال واللي تقدر تبني بها الميوزك. حيت ملي كتخدم بالبروغريسيف اوفرلود، وهذه واحد الحاجه اللي كتجيني ما كيخدموش بها الدراري بزاف عندنا حنايا في المغرب، ملي كتخدم بالبروغريسيف اوفرلود لو موسكل ديالك كتفورسي عليه انه يتطور فهمتي، حيت اون فوا تيقدر يهز داك لو بوا لواحد لو نومبر ديال لي سيري متعين، غير تيقدر كتزيد عليه فهمتي، غير كيتحدى واحد الشالنج، كدير ليه نتايا شالنج جديد، كدير ليه ديفي جديد.
دونك اوبليغاتوارمون لو موسكل ديال كيكبر بيان سور. هادشي الا كنتي ديها في ماكلتك ديها في الروبو ديالك كتنعس مزيان ايتترا، الا كانوا لي بارامتر الاخرين اللي عندك مزيانين راه اوتوماتيكمون كدير بروغريسيف اوفرلود، لو موسكل ديالك كيبقى غادي وكيكبر. بيان سور نتايا غادي وكتزاد في لونطريمون غادي وكتزيد حوايج اخرين حيت لو موسكل ديالك ولو كور ديالك يلصادابط، ولكن هادشي ندوي عليه من بعد. دونك شرحت لكم progressive overload، دابا نقول لكم واحد اللعيبه اخرى، هو انه واحد لو كونسيبت اللي كينساوه الناس بزاف، هو انه لي موسكل اللي كيبين واحد لو كور مفصل وزوين واتراكتيف بزاف فينا ما كنركزوش عليهم في الخدمه وما كنبغوش نتبعوهم في الخدمه، ولكن راه هما لي موسكل اللي كيصلحوا لهذا الهدف هذا. دونك هاد لي موسكل هما اولا لي زابدو الابس، ثانيا الدلتس اللي هما لي زيبول، ثالثا الارمز، رابعا تشيست باك والليجز. نقدر نقول لكم الدراري انه لي زابدو هما اهم حاجه في لو كور الا بغيتي تبان اتراكتيف، فهمتي؟ راكم عارفين اي بنت كتجلس كدوي معاها هذه كتقول لك اه ورني لي زابدو بلا بلا بلا، كلشي كيقول لك واو عندك لي زابدو، و لي زابدو خاصك تكونسونطرا على اللور ابس كثر، تخدم على اللور ابس كثر حيت اللور ابس هما اللي كيعطيوك ديك الفصاله ديال 8 ديال 8 ولا 6 ديال لي زابدو اللي تيكونوا مفصلين عندك باينين، فهمتي؟ حيت لي زابدو ديال الفوق دوك اربعه الاولين جينيرالمون غير الا كنتي كتريني في لاصال ايتيغا الكور ديالك كتخدم، دونك هذوك لي زابدو كيخدموا حتى هما كترى لهم واحد لا بروغريسيون، ولكن هادوك ديال التحت هما اللي ما كيخدموش بزاف، دونك هادوك هما اللي خاصك تركز عليهم. والدراري مع تبداو لونطريمون ديالكم مع تبداو تدخلوا لاصال خدموا لي زابدو، حيت كاينين بزاف ديال الناس اللي كيديروا هاد الغلط ديال كيدخل لاصال كيقول لك وا لي زابدو ديالي راه كيخدموا في لي موفمون الاخرين حيت كيستابيليزو ايتترا. اوكي اه، ولكن ما كيخدموش لواحد النيفو اللي كيوصل لهم لواحد لا بروغريسيون اوبتيمال، دونك ضروري خاصك تخدم لي زابدو ديالك و تركز عليهم في لونطريمون. ثانيا عندنا الدلت اللي هما لي زيبول، خصوصا لاترال ديل سيتاجير لي زيبول اللي عندك في الجنب، هاد الميوسكل كيبين لك عريض وكيدير لك واحد الراسيو زوين ما بين لاطاي ولي زيبول ديالك. ثالثا عندنا الارمز، حيت هما واحد من لي ميوسكل اللي ديما كيبانو في اي وقت وعندهم واحد الجاذبيه كبيره، كلشي كيشوفهم ملي كيكون شي واحد عنده ارمز كبار كلشي كيبانو ليه ارمز كبار، فهمتي؟ ملي كيكونوا الارمز ديالك مفصلين مزيان ركزبان انك تريني اوتوماتيكمون. تشيست باك وليجز مهمين حتى هما بزاف، ضروري تخدموهم باش يكون عندكم واحد البودي اللي مقاد، فهمتي؟ تشيست باك ليجز بحال قلتي هو لا باز ديال الاتراكتيف بودي، وداكشي اللي داير بهم هو اللي بحال قلتي كيعطيك واحد لو كومبليمون، هو اللي كيزيد لك ديك الاتراكتيفنس ديالك. دونك فهاد لا فيديو الدراري ما غاديش نقول لكم لي زيكزارسيس اللي خاصكم ديروا لينا ميوسكل ايتترا، حيت كاين بزاف ديال لي شين اللي فيهم هاد لي زانفورماسيون ومالينهم اكسبيرتس فهاد الشيء اكثر مني انا بزاف. دونك مثلا بالانجليزيه الناس اللي كيبغيو يتفرجوا في الكونتوني بالانجليزيه كاين جيف نيبارد وجيريمي اتشي، بالفرنسي عندكم نسيم الساحلي شين ديالو ناديا، وبالعربيه كاين فيتنس بالدارجه، وكاين بزاف ديال الدراري اخرين كيديروا الكونتوني ديال الفيتنس. راه الدراري اللي عندنا المغاربه ديالنا اللي كيديروا الكونتوني ديال الفيتنس تما تبارك الله عليهم عارفين راسهم علاش كيديروا. دونك الحاجه اللي غنقول لكم انا هو انكم ملي تكونوا يلاه بديتوا ما تمشيوش ديروا ديك الخدمه ديال برو سبليت ولا كل ميوسكل بوحدو، وانا الحاجه اللي كنصح بها الدراري هو ملي تكونوا يلاه بادين لاصال هاد اللعيبه هي هاد اللعيبه انا هي اللي جاتني كتصدق لكل شيء، هي انك تبدا بجوج ديال لي سيمين حتى لشهر كتخدم غير بلي ماشين بالبو هابط بزاف. علاش؟ باش اول حاجه تبداو تولفوا لي موفمون، وثاني حاجه باش تحاولوا او ماكسيموم ما يجيوكمش لي كورباتور وما تطلعوش لو بو حتى يكونوا حتى تكونوا ولفتوا على الخدمه. بيان سور راه يقدروا يجيوكم لي كورباتور واخا تخدموا بالبو خفيف، ولكن غادي يجيوكم غير شويه وشي حاجه اللي تقدروا تخطاوها، الوغ كو الا دخلتي لاصال وبديتي بغيتي تخبط البو نيشان وهادي وهادي غيجيوك لي كورباتور، وملي كتكون يلاه بديتي مازال ما ديفلوبيتيش ديك لابيتود ديال لاصال، فهمتي؟ تقدر تريني سيمانه يجيوك لي كورباتور وتحبس سيمانه، الا حبستي سيمانه صعيب عليك عاوتاني انك ترجع تبدا عاوتاني تريني سيمانه اخرى في لاصال ايتترا. دونك من الاحسن تحاولوا تجنبوا او ماكسيموم لي كوباتور حتى الا جاوكم خفاف كملوا ما تحبسوش، ماشي حيت جاك لي كوباتور ما تمشيش تريني، باش الهدف الاول ديالك ملي يلاه كتدخل لاصال هو انك تبني غير ديك العاده، نسى انك تطلع الميوسكل نسى اي حاجه اخرى، الهدف الاول ملي كتكون يلاه بديتي هو انك تطلع ديك العاده ديال انا راه كنمشي لاصال، فهمتي؟ دونك حاولوا ديروا واحد لا بروغريسيون خفيفه ملي يلاه تبداو ما تفورسيش على راسكم. حاجه اخرى
حيدوا من راسكم ديك الفكره ديال انك غادي تريني شهرين ويولي عندك سامر بادي ولا شي حاجه بحال هكا. لا صل واحد الحاجه اللي خاصك تدخلها في لو ستايل دو في ديال كيما قلت لكم وتشوفها شي حاجه ا لون تيرم، ماشي شي حاجه اللي غديرها شويه وصافي غادي تحبس. دونك ما تشوفوش غير ديك الساعه. الا كنتي مثلا كتريني وكل سيمانه زدتي 2.5 كيلو في شي موفمون مثلا في سكوات على عام، شحال غتكون زدتي؟ غتكون زدتي اكثر من 100 كيلو. ما كاينش شي واحد كيزيد 100 كيلو في شي موفمون بلا ما يتقدر. دونك شوفوا بعيد، ما تشوفوش القريب. لا صال راه ماراطون الدراري ماشي سبرينت. دونك كما قلت لكم بداو بلي ماشين، مورا لي ماشين غادي ديروا شي بروغرام فول بودي واحد شهرين ولا ثلاثه بالنسبه ليا انا. ولو بروغرام فول بودي ديالكم غادي تدخلوا فيه تمارين اللي عندهم علاقه بهاد لي ميسكل اللي قلت لكم انا، التمارين اللي كيخدموا هاد لي ميسكل اللي قلت لكم هي الابز، الدلتس، لي زيبول، الارمز، chest back legs. دونك ضروري تدخلوا دي زيكزيرسيس اللي كيخدموا هاد لي بارتي هادو، حيت كاينين الناس اللي يلاه كيبداو كيمشي كيسكواتي كيدير البنش بريس كيخرج من لاصال. هادي حتى هي طريقه باش تبدا لونترينمون، ولكن ماشي طريقه اللي غادي تبني ليك ديك لاباز باش يكون عندك بودي اتراكتيف. الا بغيتي يكون عندك بودي اتراكتيف خاصك تدخل دي زيكزيرسيس اللي كيخدموا هاد لي ميسكل اللي قلت لكم. دونك موراها غادي تكون عندكم لاباز باش ديروا اي بروغرام بغيتو، كوسوا upper lower هو اللي كنصح به انايا، حيت هو بحال قلتي لو بروغرام لو بلو اوبتيميزي باش تخدم ملي كتكون يلاه خرجتي من ديك لا فاز ديال نوبي، ماشي كاع نوبي جينز، خرجتي من لا فاز ديال انك يلاه بديتي لا صال ديال ديبيوتون. دونك upper lower هو كتخدم جينيرالمون 4 مرات في السيمانه، عندك نهار upper هو اللي كتخدم فيه لو هو دو كور، نهار lower هو اللي كتخدم فيه لو با دو كور، كدير 4 مرات في السيمانه وكتمشي بواحد لو ريتم مزيان، كتصدق خادم كل بارتي ديال لو كور ديك جوج المرات. دونك كديفلوبا بواحد السرعه مزيانه، وهادو هما لي بروغرام اللي كنصح بهم انايا ملي كتكون يلاه فهمتي يلاه خرجتي من ديك لا فاز ديال ديك 3 مو ديال البدايه ديال لونطريمون. من مورا ما كتكمل في داك لو بروغرام ديالك ديال ابر لوور، ديك الساعه تقدر تدوز لشي حاجه بحال بي بي ال، بحال البرو سبليت، بحال فات ديال لين نورتون هو اللي كنخدم به انايا، تقدر تدوز لشي حاجه اخرى بلوز اوبتيميزي، شي حاجه مزيانه بحال 531. المهم ديك الساعه انت هي كتكون وصلتي لواحد لو نيفو اللي كتقدر تجوجي فيه لا بيرفورمانس ديالك راسك، واللي كتقدر تبني فيها على ان بروغرام وتختار واحد لو بروغرام اللي غادي يناسبك. بيان سيغ الدراري الا احتاجيتو شي حاجه اجيو عندي الديسكورد، اجيو عندي الانستغرام، الا احتاجيتو شي نصيحه تقول لي هذا البروغرام ولا هذا البروغرام راه غنقول لك شنو الحاجه اللي غادي تنفعك اكثر. من جهه الريجيم من الاحسن انكم الدراري على الاقل تراكيو لي كالوري اللي كتاكلوا لمده واحد 3 شهور، انا كنصح ديروا 6 شهور حيت موراها غادي تولي عارف غير بعينك كتعرف شحال كالوري كاينه في كل حاجه ابروكسيماتيفمون. واخا احسن حاجه ديرها بالنسبه لي انا هي انك تبقى ديما كتراكي، ولكن عارف بان التراك بعد مرات كيولي ممل فهمتي، ولكن من الاحسن انكم تبقاو غاديين كتراكيو ديما باش توصلوا لواحد لو ريزولطا اللي اوبتيميزي. الناس اللي ما باغينش يتراكيو واخا هكاك اقل حاجه خاصك دير هو انك تعرف شحال ديال لي كالوري كتحرق في النار باش تقدر تاجوستي الماكله ديالك على حساب هادشي. انا غادي نحط لكم في لا ديسكريبسيون لو ليان ديال واحد لا كالكولاتريس ديال لي كالوري باش تحسبوا شحال كتحرقوا ديال لي كالوري في النار، واش تقدروا تاجوستيو الدايت ديالكم على حساب. دونك شنو خاصكم ديروا في الريجيم؟ خاصك تحاول طلع اكثر نسبه ديال الميوسكل بلا ما تزيد الشحمه. كيفاش كدير هاد اللعيبه سميتها لين بولكينغ؟ هو انك كتزيد واحد 300 حتى 500 كالوري زايده في النهار على داكشي اللي كتاكل وعلى داكشي اللي كتحرق، وحاول تكون كامله بروتين فهمتي. الا كنتي مثلا كتحرق 2500 كالوري في النهار غادي تزيد عليها 300 حتى 500 كالوري وتحاول تزيدها كامله بروتين. وضروري تعلموا كيفاش كيخدموا لي كالوري هاد الدراري، هذه واحد الحاجه اللي مهمه اللي ضروري خاصكم تفهموها. تعلموا شنو هي لا مانتونونس لي كالوري، تعلموا شنو هو سيربلوس دو كالوري، شنو هو ديفيسيت دو كالوري، تعلموا شنو هما ماكرو نوتريينس، شنو هما ميكرو نوتريينس، شنو هو البروتين، شنو هما الكاربس، شنو هو الفات. هاد العيبات ضروري خاصكم تعرفوهم وتعلموا شنو كيعنيو الدراري الا بغيتو تكونوا واعيين وعارفين راسكم شنو كديروا. دونك المهم ديروا دي ريشيرش على هادشي الدراري. هانتوما دابا عندكم بزاف ديال لي زانفو اللي تقدروا تحتاجوهم ملي كتكونوا يلاه بديتوا لاصال. نقول لكم دابا شي حوايج اللي غادي يعاونوكم في لونطريمون ديالكم، فهمتي التيبس صغار. اول وحده هي النعاس، ضروري خاصك تنعس على الاقل واحد 8 سوايع كل ليله، حيت لو ميوسكل كما كتعرفوا ولا ما كتعرفوش ما عرفتش
كي ديفلوبا في لو غوبو، ما راه ماشي فاش كتريني فاش كديفلوبي لو موسك، فاش كتريني راه يلاه كتشرق لو موسك باش كتعطيه الراحه باش يديفلوبا. دونك النعاس واحد الحاجه اللي ضروري، لو موسك ديالك كيتصايب في النعاس، كيعاود يدير لي لو كور ديالك لا كونستركسيون في النعاس. دونك ضروري تنعسوا على الاقل 8 حتى 10 سوايع في الليله. بالنسبه لي سوبليمون شنو كنستعمل انايا، كنستعمل غير البروتيين لاواي والكرياتين، يلاه هزتها مؤخرا. تقدروا تزيدوا الزنك، تقدروا تزيدوا الفيتامين دي الا بغيتوا، سورتو الا كان عندكم نقص في هذا الشيء. وحتى انايا معول انني نزيدو ان شاء الله. والدراري ملي تكونوا باغين تقيدوا في لاصال، ملي تكونوا باغين ترينيو، فكروا شنو هو احسن سيناريو اللي غادي ترينيو فيه، احسن سيناريو اللي غادي تكونوا فيه اليز، حيت السيناريو اللي غادي تكونوا فيه اليز هو اللي غادي يمكنكم انكم ترينيو على خاطركم وتبقاو غادي نخدم على لي زوبجيكتيف ديالكم حتى توصلوا ليهم. مثلا هو انك دير واحد لا روتين ديال كل نهار، دخل فيها لونطريينمون، فهمتي، تمشي كتريني فواحد الساعه معينه كل نهار اللي عندك فيه لونطريينمون، تكون كتريني فشي صال زوينه كتلقى فيها راحتك. وراكم عارفين الدراري او فينال كل واحد عنده لي سبيسيفيسيتي ديالو، ملي كنجيو ندويو على ان سيناريو كي بارفي، انت القا ديالك حاول تقرب او ماكسيموم منه باش ملي تكون كتريني يكون كيعجبك الحال. وما تنساوش الدراري كيما قلت لكم لا صال راه ماراطون، ملي كتبدا تريني راه كتبدا فواحد الطريق زوينه. واي واحد باقي كيسمع لهاد لا فيديو دابا الدراري، راكم اون ذا رايت باث، تبارك الله عليكم، وان شاء الله كاملين غادي نوصل داكشي اللي بغينا. وير اول غانا ميك ات برو. الى عجبتكم هاد لا فيديو الدراري ما تنساوش تابوناو لا شين وتمشيو تشوفوا لي زوتر فيديو اللي درنا لكم، راه كاملين فيهم شي لعيبات اللي غادي ينفعوكم بزاف.